عسلامة ومرحبا بيكم. إن شاء الله 2021 يكون مبروك عليكم الناس الكل، وتكونوا كلكم في صحة وعافية. اليوم باش نحكي لكم على الانستايل ماتلي بينت من ماركة توب فيس. وإذا عجبتكم الفيديو بليز حطوا لايك، وما تنسوش تعملوا اشتراك أو سبسكرايب للقناة. خليكم معايا. إكستريم مات لي بينت هي عبارة على مجموعة من أحمر الشفاه أو الروج ليف، اللي تتكون من العديد من الألوان. يعني حسب موقع توب فيس فيها 29 لون، ولكن الألوان أكيد تختلف من محل إلى محل آخر. أنا اخترت 4 ألوان فقط في المجموعة متاعي. عندي اللون 004 اللي هو أفتح لون عنا، هذايا 004 لون بني فاتح نيود هادي. ممكن أنا نستعمله للاستعمال اليومي، يعني لون ياسر ياسر. هذي الأحمر القوي الفاقع، لون ياسر 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 حلو ومزيان، وهذا يعني أفضل لون عندي تقريبا في مجموعة الألوان من الماركة هذي. إذا هكا يكون الغوجة ليف أول ما نستعملوه. نلاحظوا فما لمعة هكا في اللون. توب فيس تقول انه تركيبة الغوجة ليفغ هذا تحتوي على زيت المكاداميا وفيه الفيتامين اي، وهذوما عناصر يعطيونا نوع من الترطيب للشفايف. من اللول يكون هكا كريمي القوام، ولكن من بعد ينشف بالوقت بشوية بشوية ويصير ناشف مات. اللون هذا 009 ولون أحمر فاتح جري مثير ياسر ياسر حلو. بصراحة يعني من أحلى الألوان الحمراء اللي موجودة في الدراك ستور، واللي عندها الكواليتي متاحة الكاليتي متاحة جودتها فعلا هي عالية. الأحمر هذية يقعد معنا مدة طويلة، والصعب حتى أن لما نحاولوا أن نحيوه هو يتنحى بصعوبة. هذه علامة على أنه هو فعلا ثابت. نستعمله أكيد للمناسبات، للمكياج اللي يكون الفخم أو للسهرات. فما زيدا يعني شكون يستعمله للاستعمال حتى اليومي، يعني إذا نحبوا نعمله الفرنش ستايل، يعني يحطوا الأحمر الشفاه فقط، شوية ماسكارا وفقط، يعني يكون اللوك جاهز. فاللون هذا مناسب جدا جدا للأنواع هذه من المكياج. هذا اللون البني الفاتح النيود رقمه 004، وهو أفتح لون عندي في المجموعة هذه، ولون ياسر 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 حلو. اللون الثالث اللي باش نوريه لكم هو لون غوز موف. هو كذلك لون ياسر حلو. ويقعد لنا لون اخير اللي هو اللون البوردو. اذا هذا اللون الاخير اللي هو اللون البوردو احمر الغامق. طريقه وضعي للألوان غريبة شوية. إذن هذوما هما الألوان اللي أنا عندي. نعود للريفيرانس أو الأرقام، هي 004 البني الفاتح النيود، 010 الغوز موف، 009 الأحمر الفاتح المفضل عندي، وال 005 البوردو اللون الأخير اللي حكيت لكم. إذن لو أنتم تبحثوا على غوجة ليفغ يكون سعره مقبول، ولكن تكون الكاليتي متاعه عالية، ننصحكم أنكم تجربوا الإنسايل إكستريم ماتلي بينت. هذوما من ماركة توب فيس. الألوان حلوة،
الثبات جيد والأسعار متاحة مقبولة. ملاحظة يعني صغيرة أنه أنا حسب تجربتي شفت أنه الألوان الأغمق تدوم معانا أكثر من الألوان اللي أفتح منها. الألوان اللي تكون غامقة تكون البيجمنتاسيون متاحة تكون أقوى، فهي والكونسنتراسيون تاعها تكون يمكن اقوى، هذاك علاش تدوم معنا اكثر من الالوان اللي تكون افتح. الالوان الفاتحه عاده ما يعني تتنحى بشويه اسرع شويه من الالوان اللي اغمق منها، ولكن هذا ما يمنعش انه حتى الالوان الفاتحه هي يعني ثباتها ممتاز وتدوم معانا مدة يعني معقولة. بصراحة يعني أنا ننصحكم أنكم تجربوهم، تاخذوا فكرة، خاصة تجربوا على الأقل اللون الأحمر إذا أنتم تحبوا الألوان الجريئة والألوان المثيرة. نصحكم تجربوا اللون الأحمر، هذا الريفيرانس بتاعه هو 009، وتقولوا لي في الكومنتار في التعليقات متاعكم شنو رأيكم في الماتلي بينت من توب فيس، وهل أنتم جربتوهم قبل ولا لي؟ خليوا لي في التعليقات أراءكم. يعني أنا بليت يدي وحطيت يعني كمية كبيرة من الماء وقعدت نعملها كبيدي صبعي. إذن عندي الغوص موف هذية تنحى شوية، ولكن الألوان الغامقة قعدت ثابتة. بالنسبة للأسعار للأسف ما لقيتش يعني سعر موحد أو سعر يعني بالدولار، ولا الأسعار تختلف على موقع توب فيس. السعر بالليرة التركية يعني تقريبا 29 ليرة تركية. في المواقع الأخرى يعني كما أمازون وكل يعني الأسعار محطوطة حسب العملة، يعني نلقاو حسب العملة. كنتم تشوفوا تدخلوا أونلاين وتلوجوا تلقاو السعر المناسب بالعملة متاعكم. في تونس هو تقريب ما بين 21 ما بين 22 دينار، أكثر شوية أقل شوية حسب المحلات حسب المواقع. أنا ما نصحكمش أنكم تشريوه أكثر من 21 ولا 22 دينار صراحة، لأنه يعني باش يكون غالي برشا. إن شاء الله تكون عجبتكم فيديو اليوم، ونشكركم برشا على المتابعة، وإن شاء الله نتلقاو في الفيديو الجاية.